الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قضاء الحاجة آداب وأحكام. كلام بقلت برز مانزا هو مانزا شرع إسلامي. يحرص الإسلام على أن يكون المسلم إسلام عند لمتنا مسلم دي والترو محافظا على الطهارة الحسية والمعنوية. نمتاهر ذي تي نمتاهر ذي سرايا سرا ديا سمسو مسلم نمتاهر ذي نزلو مار والتر إسلام شيء عند لمزنا. والنظافة من كل النجاسات والأقدار في البدن أو الثياب. نظافة أري ما تاهرت نجاسة وصون أو كذا وصون تي نما كذا مما أو الأرض أو نام دا تري نام دام سالمنا والبيئة المحيطة من حوله نادن شنيا كوريدنا داما سمصو. إعلانا بأن الدين الإسلام دين جمال أرو هرمات دي أدين دون إسلام إيشي أدين دون نم سبتاي ونقاء نم طاهر ونظافة نم نظافة. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة نصف الإيمان عليه السلام يتشلو شي نم طاهر مريتا إيمانيون. فقال الطهور شطر الإيمان جاي يقول زو نم طاهر ريتا إيمانيا لان كران الطهور شطر الإيمان جاي نوكن جاي مالي. فنهى الإسلام المسلم إسلام يدبسنا مسلم أن يقضي حاجته في طريق الناس شيء كلام ذا قلت تنجرتا ديول أمسين ديول أمسين كوكوزين أو في مكان يحتاجون للجلوس فيه أو نادون كريدون أمسين نبترون دلمتان نبترون مرادتين اللي تنجر ديرو إسلام يدبسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن جيم علينا اتقونا دي دنو دي اللعانين أم لن تورو رينو دي. قالوا وما اللعانان اللعانين لن نرم اندرو رينو. قالوا وما اللعانان يا رسول الله أي لن نرم أي سوشيال. قال عنه الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم أم لن قتا اندرو رينو ندوسو لن تو اندي لن قتو اندي عليه السلام يعني شما أم دنو الذي يتخلى في الطريق في طريق الناس أم شدنو لذي ناساجين أو بولدين أو ديول أمين كم ذاكوذين أو في ظلهم أو كفيان ذا نانذا نفسين. ونهاه أن يقضي حاجته في الماء الراكد كرو إسلام دبسنا لننجي دون نفلن قم داتا كلوه جي نفلن داتا لجم باس ألو لن نم أو تاهرتني رو كلام بيم قال يرو دبسنا حتى لا يلوثه حتى لا يلوثوا دي شك دواو من كدوار ودي من انغرو دمغون اسلامي. ففي الحديث حديث نهي النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى في ففي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم يدبسنا ان يبال في الماء الراكد نجينا فلن داتا درو نمسطورو بولتورو دبسنا عليه السلام. لهذا قال له شرع الاسلام شرع جول المسلم المسلم احكاما وادابا وما برزما يقوم بها عند قضاء الحاجه نكلا من زقل جن نشجن شاسدين ما. فأمره شاقلانو أن يحترز عند التبول شي انقل رانقل قنازنات ناموس جنلا لكي لا يصيبه رزاد البول ودي شي كور تلتدن ناموس يدي ولي شاسو انديرو انقل رانقل قنازة معنا ودي نيرو ناموس من ناموس ناموس بول دي ودي نيرو يرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينو تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه نندي تايرتونو چنت تايرتونو بولن كم بو أذا وكوري وسوشلان كراون عليه السلام. ويجب عليه بعد قضاء الحاجة أن جاو كلام من ذكرتنا إن واجب سنا شرو إزالة النجاسة نجاسة لا نتصير بالماء جلا أو بالأحجار أو كواء الطاهرة كو طاهر لن أو نحوها أو شاسة مثلا كالمناديل ألم من ديلي ولا يستعمل بيمين ولا يستعمل يمينه في قضاء الحاجة. ولك كلام من ممكن زو كم برمدا سنتي إذا كلام من ذكرتنا تكريما لليمين ممكن كم برمدا درجاتنا جاو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن جيم علي إذا دخل أحدكم الخلاء فلنريسان نقدر قائنا فلا يمس ذكره فلا يمس ذكره بيمينه ولدون زن كم برمزن ذكر ذلا ولفون ذلا الذي. ومن الآداب برزمان كرا عند قضاء الحاجة نكلا بمقل منن كذلك ريم أن يقول الذكر المسنون عند دخول الخلاء مدادا سنتنا ما سنات ما هذا قلنا ننقدر قامنين والخروج نلو منين قلنا
منه عليه السلام سنتنا تمونا ما فقد قال فقد كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ثانا قدروا قاينا قال قل جن اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثانا قدروا قايا سرايا قل جن مداري اللهم يا إني أعوذ بك من زلو ومنغنا من الخبث جتنكم قايا والخبائث جتنكم يا سنة من زلو ومنغنا نجي قل جن ننقدروا دانيه مداش مدى ودي قل من قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خرج سلي من الخلاء نجرين سلوية قال قل جن غفرانك أنجي قل جن وأن لا يستقبل القبلة ودي قبلة رنقوة كالكس قبلة فسكازي ولا يستدبر ودي قبلة رنقوة كالكس أثناء قضاء حاجته سات كلام نجر جن لن دليل زد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينو إذا أتيتم الغائط سا غائط رئيسوية فلا تستقبلوا القبلة ولا قبلة غنزنوي ولا تستدبروها ولا شرون قوي كلكوي ببول ولا غائط ولا بول ولا غائط ولا قبلة دفس كانوي ولكن شرقوا أو غربوا يلانوا أو أنمغونوا ولا يستصحبوا منه شيئا فيه ذكر الله ولا يستصحبوا وليس وزاي بمعنى ودي ركونزن غزاي معه شيئا ركونزن أبما فيه شلن ذكر الله سوك ما ينبي سؤال رواتا ودي غزي ولا يذكر الله بلسانه أثناء قضاء الحاجة ستنجر ستنا ودي شيء سؤال ستاينا ناشي مرسان دينا نقدرو ويستطر شيء سترات ولا يكشف عورته أمام الناس ولا شيء براون ذا فو أمان كذي أين دلين زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينو احفظ عورتك نمبراو نمازن نمدي مازن عورة مازن إن الطهارة والنظافة للنفس والبيئة إن عليه السلام يقول زنا إن الطهارة شنم طائر والنظافة نم نظافة للنفس نسكم والبيئة المحيطة بنا فنقرد أنه عندي أدري زنا سمسوا نم نظافة روتو أدري مما أود أنه يوجب محبة الله عز وجل كراو كمان دي واجب سين ملان كرة فقد قال الله تعالى كمان دي يقول زنا مادحا أهل مسجد قباء أهل مسجد قباء أمد مسجد قباء نزنقر مالا كمان دي يقول لنا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والحمد لله رب العالمين.